ومع بداية العام الدراسي الجديد بدأ الطلاب وطالبات يومهم الدراسي الأول بتأدية تحية العلم في الطابور، حيث أن ترديد تحية العلم تنمي في نفوس الطلبة والطالبات روح الوطنية والانتماء للوطن. ما أجمل أن يستهل الطلاب يومهم الدراسي بتحية علم مملكة البحرين، ليكون ذلك أول وأهم درس يتلقونه يوميا في حب الوطن. مشهد يتكرر كل صباح يؤكد على الهوية الوطنية التي ألزمت به وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية برفع علم الدولة وتحيته وأداء السلام الوطني في طابور الصباح، لدورها في تعزيز روح الانتماء وغرس مفهوم الوطن في نفوس الطلبة والطالبات. يتم رفع العلم وتحية العلم بشكل يومي في جميع مدارس مملكة البحرين، طبعا لتنمية الانتماء والولاء للوطن، بالإضافة أن هذا العام تم تدشين شارة ولائي وانتمائي لوطني وشارة بحريننا، تنفيذا للخطة الوطنية ولتعزيزا للانتماء الوطني. نرفع العلم بشكل يومي لتنمية حب الوطن. أنا أجي من الصبح مبكر عشان نرفع العلم وألبس الزي الكشفي حق زملائي. أن الأساس في تنمية الحس الوطني يبدأ في المدرسة وفي المراحل العمرية الأولى لنشأة الطلاب، حيث يمضي الطلاب والطالبات أغلب وقتهم داخل المدرسة، وتحية العلم يوميا في طابور الصباح يجب أن يتربى عليها الأبناء، لأنه درس في حب الوطن يكبر معهم عاما بعد عام. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.